نتحدث الآن عن موضوع آخر من مواضيع التصنيف، اللي هو موضوع آليات العزل التكاثرية، نسميها reproductive isolation. طبعا الكائنات الحية في البيئة مجتمعة مع بعضها البعض، كيف يستطيع الكائن الحي أن يحافظ على ديمومته، يحافظ على كيانه؟ كيف ما يحدث دمج ما بين الأمشاج؟ طبعا هذه الآليات اللي تعتمد على الحفاظ على كيان كل كائن حي، كل نوع من الأنواع، تسمى بآليات العزل التكاثرية، نسميها reproductive isolation. يمكن تعريف الـ reproductive isolation بالـ the inability of species to breed successfully with related species due to geographical, behavioral, physiological or genetic barriers. اللي هي عدم قدرة كائنات الأنواع القريبة الصلة مع بعضها البعض بالتزاوج مع بعضها البعض بواسطة عوارض نسميها barriers، اللي هذه العوارض إما أن تكون geographical barriers يعني عوارض جغرافية، أو behavioral barriers، physiological barriers، أو حتى عبارة عن genetic barriers. طبعا يمكن أن نقسم هذه الباريرز، هذه الآليات إلى أو العوارض إلى نوعين رئيسيين. النوع الأول يسمى بالبريزايجوتيك باريرز، اللي هي آليات العزل قبل تكون الزايجوت. طبعا الميكانيزمز لهذه الآلية أو لهذا النوع من أنواع العزل باي impede mating or delay fertilization if mating does occur. يعني تعتمد هذه الآلية على عملية إعاقة عملية التزاوج، ما يصير تزاوج ما بين الكائنين الحي، أو إذا صار تزاوج يأخر عملية الفيرتلايزيشن الإخصاب، يعني السبيرم ما يقدر، السبيرم لنوع ما يقدر أن يعني يتأخر بإخصاب بيضة النوع الآخر. طبعا هذه رح ناخذ ثلاثة أنواع لها، رح نتحدث عن كل واحدة، اللي هي habitat isolation، temporal isolation، والgametic isolation. اللي همنا بهذا النوع اللي هو prezygotic reproductive barriers، شنو الميكانيزمز؟ هي عبارة عن the impede mating or delay fertilization، يعني عملية impede mating يعني إعاقة في عملية التزاوج أو تأخير في fertilization بالنسبة للgametes. النوع الآخر رح نتحدث عنه اللي هو نسميه post زيغوتيك ريبرودكتيف باريرز، هذا اللي يعتمد آلية، هذه الآليات تعتمد على الإعاقة ما بعد تكون الزيغوت، لذلك يسمى بوست زيغوتيك ريبرودكتيف باريرز. طبعا الميكانيزمز إلها راح تكون عن طريق prevent hybrid zygote from developing into a viable fertile adult. يعني شنو؟ يعني عملية منع الزايغوت، الهايبريد زايغوت، هنا صار عندنا هايبريد زايغوت لين السبيرم من نوع والأوفا من نوع آخر، فالمتكون هو عبارة عن هايبريد زايغوت. إذا تعتمد هذه الطريقة على إعاقة نمو وتطور هذا الهايبريد الزايغوت، اللي هو النوع هايبريد زايغوت المتكون، وإعاقته ومنعه من تحول إلى كائن كامل خصب. راح نتحدث عن نوعين من هذا النوع، اللي هو الهايبريد بريك داون والريبروديوس او ريديوس هايبريد فيرتيليتي. طبعا عندنا انواع اخرى من آليات العزل، فاحنا راح ناخذ فقط هذه الانواع الخمسه، وقسمناها الى مجموعتين، قلنا بريزايجوتيك والبوست زايجوتيك. النوع الاول من البريزايجوتيك سميناه هابيتات ايزوليشن، اللي هو تعتمد على عزل الموطن. اوكي، من اسمها، even if two species live in a same area they live in different habitat land water. مثلا على سبيل المثال، يعني حتى اذا كان النوعين القريبات الصلة مع بعضها البعض تعيش في موقع جغرافي واحد، فنلاحظ هنالك عزل موطني لها، يعني واحد يعيش على اليابسة، واحد يعيش على الماء او بالماء داخل الماء. طبعا في كل نوع من هذه الانواع راح نتحدث عنها، المثال مطلوب عندكم، مطلوب نوع العزل، آلية العزل والمثال. المثال اللي راح ناخذه، طبعا they are may rarely meet each other
بس not be able to interbreed together، يعني لكونها ما تلتقي مع بعضها البعض، فإن من الصعوبة بمكان إجراء عملية التزاوج بيناتها. المثال راح نأخذ على هذا النوع من أنواع الآليات العزل، نوع من أنواع الأفاعي نسميها ثمنوفس، هذا المثال المطلوب من عندكم. عندنا water ثمنوفس وعندنا terrestrial ثمنوفس، عندنا يعني أفعى مائية وأفعى من نفس يعني نوعين لنفس الجنس، تعود لنفس الجنس، related species هذين الاثنين، يعني أنواع قريبة الصلة مع بعضها البعض، ما يصير بنات تتزاوج لأن واحدة تعيش على بالماء وواحدة تعيش على اليابسة. هذا النوع الأول نسميه habitat isolation. النوع الثاني اللي هو temporal isolation، اللي هو عبارة عن عزل الزمان، عزل الزمان، يعني الأولى متعلقة بالموطن، الثانية متعلقة بالزمان. ليش؟ if two species breed in different times، يعني different day different season different year، نلاحظ ال maturation اللي يصير بالgametes يختلف من نوع إلى آخر، حتى من الأنواع القريبة الصلة مع بعضها البعض والممكن أن تتواجد في مكان واحد. نلاحظ الماتوريشن النضج الجميتات مثلا في موسم يختلف عن بعضها البعض، في أيام تختلف، في وقت يختلف، عن قسم من عندها في النهار وقسم من عندها مثلا في الليل، يصير ماتوريشن في بعض الأحيان اللي يكون قريبة الصلة جدا مع بعضها البعض. لذلك ما يصير عملية إخصاب، ما يصير عملية ميكس للجميتس. ليش ما يصير؟ لأن هنالك عزل زماني في نضج الجميتس. المثال راح ناخذ على هذا النوع من أنواع عاليات العزل، هذا نسميه سكينك، اللي هو الضربان الأمريكان سكينك، الضربان الأمريكي. نلاحظ عندنا إيسترن سبوتيد سكينك وعندنا ويسترن سبوتيد سكينك، يعني غرب وشمال يتواجد في مناطق مختلفة. بالتالي إذا تواجد في نفس المكان نلاحظ بأن الماتوريشن للجنيتس مالته تختلف في الزمان. هذا النوع الثاني من أنواع الآليات العزل. النوع الثالث من آليات العزل سميناها البريزايغوتيك، نسميه الجميتيك ايزوليشن، عزل الجميتات. طبعا الجميتات لها فد حساسية خاصة وخصوصا السبيرم. نلاحظ اكو الكيميكالز المحيطة بها، بعض الفاكتورز اللي تحيط بها مثلا البي اتش، درجة الحرارة، سالينيتي، كثير من العوامل نلاحظها حرجة جدا بالنسبة للحياة السبيرم او اكتيفيتي للسبيرم. نلاحظها بسرعة يصير بي ان اكتيف اذا غيرنا من درجة الحرارة، اذا تغيرت مثلا البي اتش، فمن الصعب بما كان ان يكون اكتيف اذا وضعناه بالجينيتال تراكت لنوع اخر. واضح؟ هذه الآلية او هذه الميكانيزمز لهذه الآلية. اذا الجاميتس ايزوليشن اوكر وين وان سبيشيز سبيرم كانت فيرتلايز انذر سبيشيز ايج. This isolate can be produced in a variety of ways, such as sperm's inability to survive the reproductive tract of the other species. من الصعب مكان عليه يبقى alive أو يبقى active حتى في الجينيتال tract أو الأنبوب التناسلي لأنثى نوع آخر من أفراد هذه المجموعة. إذن هذه الآلية الثالثة لآليات العزل نسميناها جاميتيك ايزوليشن، تعتمد على الجاميتس نفسه، عزل الجاميتس، جاميتس ايزوليشن نسميها. نجي إلى المجموعة الأخرى من الآليات العزل اللي سميناها بوست زايغوتيك باريرز. البوست زايغوتيك باريرز قلنا عبارة عن اللي هي آليات عزل ما بعد عملية الإخصاب، يعني تكون عندنا زايغوت. واضح؟ ما هي العوامل التي تعيق تطور هذا الزايغوت المتكون إلى فرد كامل؟ النوع الأول من آليات العزل نسميه هايبريد بريك داون. هنشوف هذا الهايبريد بريك داون شنو الميكانيزم إلها. The first generation of hybrid are fertile. هنا الجيل الأول من يصير تزاوج ما بين نوعين مختلفين، إذا صار تزاوج، نجح التزاوج وصار إخصاب fertilization، تكون عندنا زايغوت، والزايغوت
اللي هو الهايبريد زايجوت، نتج انه كان ولي فد كامل، كائن حي كامل. هذا الكائن الحي ممكن ان يكون فرتل، ممكن ان يكون خصب، ممكن ان يتزاوج، يعني له قابليه على التزاوج. ولكن اذا تزاوج مع بعض البعض او مع احد اقرا احد ابائه اللي هو الاب او الام، يعني نوع الاب او نوع الام، راح نلاحظ النكست جينيريشن اوف سبرينج ويل بي فيبل، يكون ويك اند سترايد. يعني الجيل الثاني راح يكون اساسا عقيم او ضعيف جدا، بحيث يعني يموت ما يكون كامل. اذا في هذه الاليه، هذا النوع من اليات العزل، ممكن ان يكون الجينيريشن الاول فير جينيريشن، ممكن ان يكون الهايبريد يكون فيرتل، ولكن الجيل الثاني النكست جينيريشن يكون عباره عن فيبل او نسميه ويك and sterile، ويكون اساسا عقيم. هذا النوع الاول من اليات البوزايجوتيك ريبرودكتيف باريرز. النوع الثاني اللي نسميه ريديوس هايبريد فيرتيليتي، هذا مثل ما يحدث في التزاوج ما بين الفرس الحصان والحمار الناتج اللي هو عباره عن نسميه المول والبغل، هذا يكون اساسا ثيرد جينيريشن، هو يكون اساسا ستيرايل عقيم. فالجيل الاول اساسا الناتج من هذا التزاوج يكون اساسا عقيم، اذا يصير عمليه كبح، واضح كبح لهذا الهايبريد، بان يكون الجيل الاول اساسا هو يكون اساسا يكون عقيم. اذا the hybrid are sterile. This example is best shown by the mole. Mole قلنا عباره عن اللي هو البغل. The hybrid offspring of donkey and horse، يعني نتيجة تزاوج ما بين الحمار والحصان. This can happen in two parent species have chromosome with different structural because of meiosis. يعني عندنا عدد الكروموسومات يختلف ما بين النوعين، إذا يصير عملية إعاقة، فالناتج راح يكون عبارة عن عقيم اساسا، ولا يستطيع الكائن الحي ان يستمر في الحياه فيموت، فما ينتج جيل اخر. نتحدث الان عن موضوع اخر من مواضيع التصنيف، اللي هو كيف يتعامل الباحث في حاله ان وجد في البيئه اللي يشتغل بها وجد نوع هو عباره عن نيو سبيشيز، يعني نسميه نوع جديد للعلم غير مسجل سابقا، لا يوجد إلى تسجيل. طبعا أي باحث فينا معرض أن في البيئة اللي يشتغل بها ممكن أن يحصل هذا من new species. طبعا كيف يتعامل الباحث مع new species؟ قلنا إحنا أي نوع يجب أن يكون إلى description، وصف إلى فد نومنكليتشر خاص به، تسمية خاصة به، اللي هي اللي يسميها الباينوميال نومنكليتشر، يعني تسمية علمية، يعني إلى اسم علمي خاص به. زين، إذا الباحث اكتشف هذا النوع هو نوع جديد، يعني ما حد مسميه سابقا، ما إلى ديسكريبشن، كيف يتعامل الباحث مع هذه العينات اللي وجدها؟ واضح؟ نعرف بأن أدنى مرتبة تصنيفية في الهيكل التصنيفي هي مرتبة النوع السبيشيز. في 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 التصنيف عندنا فتشي اسمه تايبس، عندنا فتشي اسمه النمط، عندنا فتشي اسمه القالب، نسميه القالب. هذا النمط او القالب بالنسبه للانواع، عندنا طبعا احنا نعرف بان اذا حصلنا على نموذج او مجموعه من عينات، هذه العينات اتضح بانها هي عباره عن نيو سبيشيز. كيف يتعامل معها الباحث هذه مجموعه العينات؟ طبعا هذه عزيزة جدا ومهمة جدا، واي واحد فينا يجب ان يعني يحتفظ بها ويحفظها في اماكن خاصة، يلا يتم الاعتراف بالنوع اللي سجله. طبعا قلنا اثناء تسجيل النوع لازم احنا نسوي له ديسكريبشن، وصف لهذا النوع اللي اكتشفناه، لازم نطلق عليه اسم علمي خاص، لازم نسوي كبحث وننشره في مجلة علمية رصينة حتى يكون هذا النوع يسجل باسمنا، ويعتبر هذا نحن من سجلنا هذا النوع. ضمن التصنيف اكو فد شيء قلنا اسمه تايب، التايب
التايب للسبيشيز اللي هي أدنى مرتبة تصنيفية هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن سبيسمن or a series of specimen. يعني النمط بالنسبة للنوع هو عبارة عن العينة اللي بموجب هذه العينة اللي يبنى الوصف ويبنى الاسم العلمي. طبعا الوصف والاسم العلمي يكون من خلال واحد يحصل عينة واحدة أو يحصل مجموعة من العينات يبني عليها الوصف. إذن الـ type of species هو عبارة عن specimen عينة واحدة أو series of specimen يعني مجموعة من العينات. واضح؟ هذا نسميه type species. زين، عندنا في الشيء اسمه type of genus. شنو هذا type genus؟ هو عبارة عن the species، نعرف بأن المرتبة الثانية من المراتب التصنيفية الأعلى من species هو genus. إذن الـ type genus هو عبارة عن species، يعني أول نوع سجل لهذا الجنس. نعرف إحنا بالتصنيف عندنا قسم من الأنواع بقسم من الأجناس تمتلك لها نوع واحد فقط، وعندنا عدد من الأجناس بها أكثر من نوع. أول نوع يكتشف لهذا الجنس اللي يبنى عليه وصف الجنس هو يسمى بالتايب جينس. إذن التايب جينس هو عبارة عن سبيشيز لهذا النوع. واضح؟ And the type of supragenetic taxon يعني ال type النمط للمراتب التصنيفية الأعلى من ال من ال من ال genus هي عبارة عن الجينس نفسه، يعني الفاميلي للأوردر للكينغدم، هاي كلها عبارة عن التايب إلها هي عبارة عن الجينس. واضح؟ هذه بالنسبة للtypes. طبعا العينات اللي تحدثنا عنها قلنا اللي هو الباحث وجدها حتى يبني عليها وصف النوع الجديد. يعني مثلا اخذوا اي شخص بيكم مثلا نزل بالبرية وحصل مجموعة من العينات فحصها، هو خبير بهذه المجموعة، فحصها وشاف بانها صفاتها تختلف عن الصفات الموجودة في الانواع المنشورة. اذا تأكد بان هذا النوع هو عبارة عن new species. ما هو اجراءاته لهذه العينات اللي حصلها؟ شي يسوي يعني كيف يشخص، كيف يسوي لها ديسكريبشن وصف، كيف يطلق عليها التسميه العلميه. طبعا كل واحده من هذه العينات اللي حصلها، كل عينه منها من هذه المجموعه العينات اللي حصلها هي تمثل فد تسميه خاصه. احنا راح نتحدث عن هذه التسميات الخاصه لهذه المجموعه. مثلا على سبيل المثال عندنا طبعا هذه تحدثنا عن التايب سبيشيز شنو معناته والتايب جينس شنو معناته، احنا اخذناه في الشرح البسيط بالمقدمه. نجي الى انواع التايبس اللي قلنا كاينز اوف تايبس اللي تحدثنا عنها. طبعا المجموعه الاولى جمعها الباحث حتى يبني عليها الوصف للنوع الجديد، هذه عباره عن مجموعه من العينات، هذه لها تسميات خاصه راح نتحدث عنها. مجموعها تسمى بالبرايمري تايبس. شو هي البرايمري تايبس؟ البرايمري تايبس هي عبارة عن سبيسمن أو سبيسمنز اس ينحط لها upon which the description of a new species group name is based. يعني مجموعة العينات التي بني عليها وصف النوع الجديد. واضح؟ هاي تسمى بالبرايمري تايبس. هذه عبارة عن عدد من النماذج، طبعا كل واحدة منها لها تسمية مثل ما راح نتحدث عنها اللي هي هولوتايب، ألوتايب، باراتايب، سينتايب، ليكتوتايب. كل واحدة من هذني راح نعرف شنو مدلولها، شنو معناها. زين، عندنا مجموعة أخرى، مجموعة أخرى تسمى بالسكندري تايب. السكندري تايب أو سبليمنتري تايب عبارة عن شنو؟ عبارة عن سبيسمنز، لا حطوا لها اس، used by an author to supplement or correct knowledge. يعني شنو supplement or correct؟ يعني لإضافة معلومات أو لتصحيح معلومات عن نوع أساسا موصوف سابقا. يعني على سبيل المثال مثلا إجا باحث شاف بأن description لنوع مكتشف مثلا من 50 سنة أو 60 سنة الوصف إلى ما يفي بالغرض، يريد يحط وصف جديد إلى، فمجموعة العينات اللي يجمعها حتى يبني الوصف الجديد تسمى بالسكندري تايبس، اللي هي راح نتحدث عن مثالين أو عينتين تسمى بليسيوتايب
او نمطين تسمى بليسيوتاب والنيوتاب. طبعا راح نتحدث عنها بالنيو وراح نعرف الفروقات بيناتها. كتجي هذه كتجي كتعاريف، عبارة عن تعاريف. واضحة الفكرة؟ ان شاء الله. نجي نأتي الى المجموعة الاولى سميناها البرايمري تايب. بالبرايمري تايب قلنا راح ناخذ خمسة انماط، خمسة انواع من التايبس، كل واحدة ولها مدلولها الخاص بها. نجي الى النوع الاول اللي هو شنو نعرف الهولوتايب. الهولوتايب هو عبارة عن the single type specimen that is the singular representative of the named species group taxon. يعني هو عبارة عن إذا كان وصف النوع الجديد اللي تم اكتشافه إذا كان عبارة عن نموذج واحد فقط، تم الوصف من خلال نموذج واحد فقط، اعتمد الباحث على نموذج واحد، فيسمى هذا العينة أو النموذج الواحد يسمى بالهولوتايب. مثلا على سبيل المثال، مثلا نوع من أنواع الطيور، زميل من زملائكم هو خبير بالطيور، نزل جمع عدد من النماذج هذا لهذا النوع من أنواع الطيور، وبالفحص اكتشف بأن هذا النوع هو عبارة عن new species، يعني غير مسجل سابقا، نوع جديد للعلم نسميه، يسمى هذا new species يسمى نوع جديد للعلم. إذا اعتمد في وصف هذا النوع الجديد على سبيل المثال على عينة واحدة من العينات اللي حصلها، يعني وصف المنقار من خلال عينة واحدة، النوع الريش ولون الريش، الجسم، بنية الجسم، الأرجل، المخالب وهكذا، كلها تم الاعتماد على عينة واحدة، هذه العينة تسمى بالهولوتايب. هولوتايب أوكي. أو ممكن نسميها مثلا هي عبارة عن single specimen designed or indicated as the type of the original author، يعني الباحث الأصلي اللي اكتشف النوع، at a time of the publication of the origin description، يعني من إجا وصف نشر الوصف مالته نشر على أساس عينة واحدة، لذلك هذه العينة واحدة تسمى بالهولوتايب. واضح؟ إذا بنى الوصف من خلال عينة واحدة يسمى هذه العينة تسمى بالهولوتايب، وهي مهمة جدا حفظها، يجب أن يكون تحفظ في مكان متاح للباحثين، يعني متاحف التاريخ الطبيعي، مثلا متحف الكلية اللي انت بيها أو الجامعة اللي انت بيها بيها متحف خاص، يجب أن يتم الاحتفاظ بالهولوتايب في هذا المكان العلمي اللي تكون فيه متناول أي باحث يحب يفحص هذه العينة، مهمة جدا، لازم كل واحد يكتشف نوع جديد عنده هولوتايب خاص به. زين، هذه إلى بالنسبة للهولوتايب. الألوتايب شو نقصد بها؟ الألوتايب هو عبارة عن الهولوتايب إذا كان مثلا ميل، فالجنس الآخر هو مطالب بوصف الجنسين الميل والفيميل. إذا كان الهولوتايب هو الميل، فإذا الفيميل راح يوصفها هي الألوتايب. أوكي، إذا الألوتايب هو عبارة عن the type specimen of the opposite sex of the holotype، يعني الجنس المغاير للهولوتايب. واضح؟ إذا كان الهولوتايب ميل، فالفيميل إله هو عبارة عن ألوتايب. واضح جدا، واضحة هذه الألوتايب. زين، الباراتايب ايش نقصد بها؟ الباراتايب، الباراتايب هو all specimens other than the holotype upon which the species group named is based and so designed. يعني شنو؟ يعني هذا الباحث من نزل هذا الجمع الطيور هذا واجا حبي يوصف النوع الجديد وجمع عدد مجموعة من العينات، ما تبقى من عينات ورا ما عزل الهولوتايب ووصفه، ورا ما عزل الألوتايب، ما تبقى من عينات تسمى بالباراتايب. واضح؟ إذن الباراتايب all specimens other than the holotype. زين، سينتايب شنو؟ سينتايب، سينتايب إذا تحبون أشرح لكم يا عشاء، السينتايب إذا كان الوصف مبني على مو عينة واحدة، مثلا أخذ وصف الريش والجناح من عينة، أخذ المنقار من عينة أخرى، هو عبارة عن عينات لنفس النوع هذه، الأرجل من عينة أخرى، التشريح الداخلي من عينة أخرى، وهكذا، يعني بنى الوصف مالته على أساس أكثر من عينة، مجموع العينات اللي استخدمها في الوصف تسمى بالسينتايب. إذن السينتايب
and specimens upon which the author based the description of a new species or group name without designed a holotype. يعني ما حدد holotype, ما حدد عينة واحدة في الوصف, لا, أخذ الوصف من خلال عدة عينات, مجموع العينات تسمى بالسنتايب. زين, اللكتوتايب شنو عبارة عن شنو اللكتوتايب؟ اللكتوتايب مثلا تذكر بأن يجب أن البحث من وصف من أخذ الوصف على أساس مجموعة من العينات السنتايب, تذكر بأن يجب أن ينتخب عينة يسميها هولوتايب, يأخذ واحدة من السنتايب يعينها بأنها هذه هولوتايب, بعد ما راح يسميها هولوتايب تسمى باللكتوتايب. يعني هو وصف ونشر البحث مالته بس وصفه من خلال عدة عينات, ينتخب واحدة من هذه العينات, واضح, يشخصها يبقيها يسميها هولوتايب, بس بهيك حالة ما راح تسمى بالهولوتايب, تسمى باللكتوتايب. واضح, تسمى باللكتوتايب هولوتايب, إذن اسمها لكتوتايب. لكتوتايب إذن the after design type specimen of a species that was originally based on more than one specimen and the author did not design one of these specimen as a holotype. واضح, هذه هي تعاريف ممكن أن تطلق على مجموعة العينات اللي حصلها الباحث بحالة وصف نوع جديد. واضح, هذه المجموعة تسمى بالبرايمري تايبس اللي أخذنا عليها خمسة أمثلة. طبعا هنالك تعاريف كثيرة للبرايمري تايب, حتى لا تتخربط عليكم نأخذ فقط هذني الخمسة تعاريف. نجي إلى المجموعة الثانية سميناها سبليمنتري تايب أو سميناها سكندري تايبس, أيضا بها مصطلحات كثيرة, رح نأخذ فقط مصطلحين إلها. طبعا هذا بالنسبة لنوع أساسا مكتشف ومعروف ومسجل, ولكن من أريد أضيف إلى معلومات جديدة أو أضيف إلى وصف جديد مجموعة العينات اللي أجمعها لغرض نسميه redescription, إعادة الوصف, تسمى بالسبليمنتري تايبس, وهي إما أن تكون بليسيو أو نيوتايب كما راح نتحدث. البليسيو تايب عبارة عن specimens used by an author for redescription or supplementary description, يعني من أسوي أضيف للوصف. قلت لكم الوصف مثلا كان قديم, نوع مكتشف مثلا من أيام لينيوس 1700 وكسور, كانت قوة التكبير بسيطة, الآن أصبحت قوة التكبير أكبر, نقدر نشوف تفاصيل أكثر للجسم, أريد أسوي description جديد, أريد أسوي description جديد لنوع موصوف سابقا, أسمي هذا الديسكريبشن جديد, أسمي ريديسكريبشن, إعادة الوصف. العينة اللي أستخدمها لإعادة الوصف تسمى بالبليسيوتايب. بليسيوتايب, واضح؟ إذن البليسيوتايب هو عبارة عن عينة أو عينات طبعا used by an author, يعني تستخدم بواسطة باحث, أي باحث, مو شرط الأورجينال أوثر, يعني مو المكتشف, لا, for ريديسكريبشن لإعادة الوصف, or supplementary description يعني مجموعة من الإضافات للوصف, أو مثلا illustration published يعني مثلا أريد أضيف صور, لأن ذيك الفترة ما كان أكو صور, أريد illustrations, رسومات توضيحية لهذا النوع, هذه كلها تقع ضمن البليسيوتايب. الوصف الآخر أو التايب الآخر اللي هو النيوتايب, هذا شيء يمثل the design type specimen of a species whose type holotype or lectotype or type series اللي هو syntype has been shown to be lose or destroyed. يعني على سبيل المثال اذا فقد عندنا الهولوتايب, ما قلت لكم الهولوتايب مهم جدا الاحتفاظ به, او اللكتوتايب اللي انتخبناه ورا ما وصفنا العينة على اساس اكثر من نوع اللي هو syntype, اذا هذن العينات انفقدت أو تلفت, انتخب عينة جديدة من البيئة أسميها بالنيوتايب. واضح, أحفظها بالمتحف, أقول هذا النيوتايب لكون الهولوتايب مال هذا النوع انفقد, أو لكون اللكتوتايب لهذا النوع انفقد. واضح, ف
فهذه العينة تسمى بالنيو تايب.